هاي يا بنات، ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. حلقة النهاردة هنتكلم ازاي تخلي الكل يعمل لك حساب. اول حاجة هنتكلم، لو انتي يعني هنبتدي من سن بدري قوي، من اول العشرينات او حتى قبل من كده لغاية سن الاربعين والخمسين لغاية فوق. انتي لو في العشرين او التلاتين او الاربعين فيما فوق، فيديو النهاردة هيفيدك جدا. اول حاجة حابة اتكلم عنها، عشان تخلي كل حد في حياتك يعمل لك حساب، لازم يكون عندك خطة وتبقي ماشية عليها تاتا تاتا لغاية ما توصلي لاهدافك الكبيرة. لازم تكوني شخصية طموحة، عندك اهداف، عندك حلم، والحلم ده لازم يكون كبير، وان انتي تبدأي تبنيله من بدري على قد ما تقدري، او من ساعة ما تحسي يعني باليقظة عندك ان انتي مستعدة تحققي حلمك، تحققي نفسك وتكبري. اول حاجة ممكن نبتدي من اول مثلا سن 18، لو انتي 18 19 في اول العشرينات لسه داخلة الكلية، ابدأي جهزي لمستقبلك من دلوقتي. يعني ايه اجهز لمستقبلي؟ لو انتي في الكلية خلي دايما عندك نوليدج، حتى لو انتي مش حابة كليتك، حتى لو انتي عارفة ان انتي دخلتي الكلية دي عشان مجموع وبعد كده مش ناوية تكملي في الكلية دي، بس دايما خلي عندك معلومات. حتى لو انتي ناوية تكملي في مجالك، اقري وتثقفي اكتر من معلومات الكلية. خلي بالكوا هتتخرجوا من الكلية، العلم ده هيفيدكوا بصفة عامة، بس لما بتتخرجوا من الكلية الحياة العملية مختلفة تماما عن الحاجات اللي انتوا درستوها في الكلية. فدايما يكون عندك توسيع المدارك، توسيع المعرفة. لو مش ناوية تكملي في نفس مجالك، جيبي كتب في المجالات الاخرى اللي انت يعني مهتمية بيها وحابة يكون عندك فكرة عنها، او ناوية تكملي فيها تشتغلي فيها فيما بعد، ابدأي جيبي كتب واقري فيها. ودايما انصحكم حاجتين انا بحس ان هم مهمين جدا، الماركتينج والبيزنس، دول من اهم حاجة يعني في نجاح اي مشروع، في نجاح شخصيتك، حتى في نجاح البيزنس الخاص بتاعك، في نجاح حتى شغلك. لو انت شغالة تبع اي جهة حكومية او خاصة، لازم تكون معرفتك اكبر من سنك. حتى لو انت لسه في بداية العشرينات، لازم يكون عندك شغف ونهب للمعلومات. لو انت في الكلية خلصي شهادتك، اتخرجي بتقدير يكون معقول، يعني بلاش التقديرات البسيطة، خلينا تقدير جيد فيما فوق، عشان تبقي مثلا معاكي شهادة كده. خلصي شهادتك وبعد كده ابدأي حطي خطتك، هتجيبي ورقة وقلم وتكتبي خطتك للحياة. خلي بالكو لما بيكون عندك حلم وهدف وتبقى شخصية او شخص عارف هو رايح فين، بيتحرك منين لفين، صدقيني الناس كلها هتعمل لك الف حساب، او كمان هتقعد تبص لك بصه انبهار ان الشخصيه دي عارفه هي عايزه ايه وان هي عايزه تحقق ذاتها. وطول ما انت بتدرسي وفي الكليه لازم تبني شخصيتك، زي ما بتقري في مجال كليتك، وزي ما قلنا اتفقنا ان احنا لازم نقرا في معلومات تانية او نجيب كتب خاصه مثلا بحاجات احنا ناويين او عندنا شغف بيها نزود معلوماتنا بيها. لازم تبني شخصيتك، لازم تزودي الثقه عندك، لازم تزودي اسلوب اللباقة بتاعك، لازم تعرفي ازاي بتتكلمي مع الناس، لازم تعرفي امتى بتتكلمي اصلا وامتى تبطلي تتكلمي. ما تخليش كلامك كده عمال على بطال، خليكي شخصية تقيلة راسية هادية، تتكلم بس في المضمون، وعرفي ان وقت ما بتبدأي تتكلمي الناس كلها هتسكت عشان هي نفسها تعرف ايه او تسمع الشخصية دي. كان في مقولة كده دايما يقولك ايه، تكلم حتى اراك، يعني اول ما بتبدأي تتكلمي الناس بتشوفك، فركزي قوي اول ما تبدأي تتكلمي تعرفي تتكلمي صح. جيبي كتب عن الشخصية والتنمية البشرية واقري فيها كتير جدا، لان دي الكتب دي من المهم، يعني حاجة كده زي بناء النفس، زي ما انتي بتربي بيبي او البيبي بيكبر، انتي كمان شخصيتك دي بتكبريها زي البيبي. بعد ما نبدأ نخلص الكلية لازم نعتمد على الاستقلالية بتاعتنا، حتى لو احنا لسه عايشين في بيت اهلنا لازم نكون شخصيات استقلاليات. انا عارفة ان البنت بتبقى معتمدة على بيت اهلها والمصروف من بابا وماما تعمل لها الاكل، حاولي تقللي الموضوع ده لغاية ما يختفي من حياتك. يعني اول ما تتخرجي ايوه هتحتاجي الدعم المادي من باباكي، هتحتاجي ان مامتك تعمل لك اكل، هتحتاجي حاجات كتير في البيت، ان انت هتبقي عايشة مع اهلك والكلام ده، بما ان احنا مجتمع شرقي. بس انا حابة اقول لكم عن تجربتي، انا فعلا شخصيتي يعني ما قوتش وثقتي بنفسي زادت لما بدأت استقل بنفسي وعشت لوحدي، وكنت عملت لكم فيديو عن الاستقلال بالنفس في ظل مجتمع شرقي، حطوا لكم اللينك في الديسكريبشن بوكس.
في ناس بتشوفوا ايه ده صرمحه، ده انت بتشجعيني على الفشل. انا مش بشجعكم على الاستقلال، انا ظروف حياتي كان احسن لي ان انا اطلع من بيت اهلي لانه كان بيدمرني نفسيا، فانا كنت عامله خطه بلان ان انا اطلع من بيت اهلي لان ده كان بياخدني لاسفل. وفعلا اول ما استقليت بنفسي وبدات اعيش لنفسي بدات اطلع بسرعه الصاروخ وبدات احقق اهدافي. قابلتني مواجهات وتحديات بس كنت قدها لاني كنت شغاله على شخصيتي، كنت بقرا كتير، بتثقف كتير، والاهم من ده كله كان عندي هدف وحلم ان اكبر واوصل لاحلامي او احقق اهداف كبيره في حياتي. ازاي تستقلي في نفسك وانت لسه عايشه في بيت اهلك؟ حاولي ان انت دايما المرتب بتاعك اللي بتاخديه في الاول ما بتتخرجي بيبقى حاجه صغننه جدا، انا عارفه ان هو ما يكفيش يعني مصروف حياتك، بس دايما خليكي ذكيه كده، المرتب الصغير ده حوشيه وقسميه لاجزاء، جزء مثلا يروح في الشوبينج. انا عارفه ان انتوا بتبقوا لسه في البدايه بتبقوا عايزين شويه تصرفوا في الشوبينج والكلام ده، يعني مش كل حاجه، لان صدقيني الحياه دلوقتي يعني هي مش شوبينج وبس، في حاجات كتيره جدا. فانت لو صاحبه حلم وهدف الشوبينج ده هيبقى في القائمه من تحت خالص. فدايما قسمي المرتب بتاعك ده لان ده بيعلمك ازاي تبقي مستقله بنفسك، تحققي نفسك. حتى لو بابا بيديكي فلوس حوشي الفلوس اللي بابا بيديهالك خليها على جنب كده، وشوفي كده المرتب اللي انت بتاخديه ده فعلا يكفيكي، فعلا يغطي مصاريفك. لو لا دوري على شغل تاني ان هو يكبرك او يغطي مصاريف حياتك. وبالنسبه لماما اللي بتعمل لك اكلك وتنظف لك سريرك وتنظف لك اوضتك، لا مش عايزين الامدادات دي خالص. انت ظبطي نفسك، ظبطي وجباتك، لما تروحي الشغل خدي اللانش بوكس بتاعتك، لما تخرجي بالليل مع اصحابك هتروحي مثلا المول بدل ما تاكلي جانك فود لا تاخدي الهيلثي لانش بوكس، تاخدي الهيلثي فود بتاعك في البوكس او تاخدي اللانش بوكس بتاعك. فدايما لازم تبقي محددة نفسك، مش عايشين كده وخلاص اللي هو ايه انا في المول اكل جانك فود، انا مش عارفة اشرب العصير اللي مليان سكر. لا، صحتك دايما لازم تكون في البريوريتي بتاعتك، كمان لازم تهتمي بيها من بدري جدا، يعني سواء في اول العشرين او في التلاتين او الاربعين، مفيش يعني it's never too late. لازم تبدأي تحطي برنامج لصحتك. انا دلوقتي شايفين ورايا انا بانية نفسي الاوضة دي خاصة، يعني تعتبر اوضة الجيم بتاعتي، فيها اليوجا مات والهاموكس والدمبلز كلها في الدولاب. بصحى الصبح لازم كل يوم ساعة العب رياضة، مش لازم حتى تروحي الجيم. الناس اللي بتقولك انا كسلانة انا مش ما عنديش وقت، لا عندك، اصحي نص ساعة بدري اتمرني شوية على الارض على اليوجا مات، افتح على اليوتيوب برامج، في حاجات كتير جدا فري على اليوتيوب تقدروا تتابعوا البرنامج، في حاجات تحديات 30 يوم 15 يوم، ابدأي اعملي التحديات دي. صحتك دي يعني دي الحاجة اللي هتسندك لغاية اخر العمر. وحاجة اكتشفتها حلوة قوي في الرياضة ان هي مش بس بتزود الثقة بالنفس وكمان بتحلي شخصيتك، لا ده بتعلمك درس مهم جدا، الكوميتمنت، الالتزام. لما بتلتزمي بحاجة انت حطاها تارجت في حياتك وتحققيها بتحسي ان انت خلاص عندك الادكشن او الادمان اللي انت تحققي حاجات تانية كتير. فدايما خلي الرياضة معاكي كده صديقتك ملازماكي، انت مش محتاجة حاجات كتير، انت مش محتاجة تروحي جيم، مش محتاجة تشيلي حديد، بس لازم تكوني انسانة فت، لازم تكوني انسانة بتعرف تاكلي صح، تاكلي هيلسي، تقدري تلعبي يوجا حاجات بسيطة في البيت. فخلي الرياضة في حياتك واكتبولي بعد شهر من التزامك في الرياضة حسيتي بايه، واتحداكم هتقولي ثقتي في النفس زادت وكمان حبيت نفسي اكتر، كمان هتحس ان هي غيرت لك شخصيتك وزودت ثقتك بنفسك وتحسي ان انت كمان حابة جسمك اكتر من الاول. كمان يا جماعة حاجة درس كده اتعلمته وانتوا خدوه كده للزمن، كنت قريت قبل كده مقولة من حد بس مش فاكرة مين بالظبط، قبل ما الفرصة تجيلك لازم تكوني مستعدة لها. الفرصة بتيجي تخبط الباب تمام بتفتحي، لازم تكوني لابسة ومستعدة لها وجاهزة لها ان انت تاخديها وتمشي على طول. لو انت فتحت الباب لسه بالبيجامة ونايمانة ونعسانة الفرصة هتجري وتسيبك. وكان في اغنية لمحمد منير الفرصة بنت جميلة، دي من احلى الاغاني اللي بحبها كده، بتديني طاقة حلوة، فبتخيل دايما نفسي فرصة. فدايما استعدي لكل حاجة، لازم يكون عندك بلان A و B و C لكل حاجة في حياتك. دايما حطي البلان دي كلها عشان لو حصل اي حاجة في النص تبقي مستعدية للحاجة التانية، وده هيزود ان انت يعني هيقلل الفشل، نسبة الفشل عندك، ويزود نسب النجاح في حياتك. حاجة برضو مهمة جدا يا جماعة، لما قلنا ان احنا نتعلم ان احنا نشتغل ونقسم المرتب بتاعنا، لازم يكون عندك
مدخرات، لازم تحوشي شوية فلوس تبقى زي ما بنقول كده للزمن، هي مش تبقى للزمن، هي للبزنس. اعرفي ان لما انت تبقي شخصية مستقلة عندك فلوسك الخاص، حتى لو حاجة صغنونة قدك 5000 جنيه في البنك يعني ولا اي حاجة، بس بتحسي وقتها ان انت عملتي انجاز وعندك حساب في البنك وان انت قادره تحققي نفسك. لو انت في ال30 لازم تبداي تعملي المشروع الخاص بيكي، حتى لو كروشيه، حتى لو اي حاجه انت شاطره فيها، ركزي عليها وكبري مواهبك فيها لغايه ما تكبر معاكي ويبقى مشروع كبير في حياتك. وكنت اتكلمت او عملت فيديو ازاي تحولي اي مشروع صغنن لشكل بروفيشنال، هسيب لكم برده لينك الفيديو في الديسكربشن بوكس. حاجه كده اتعلميها في الزمن، زي ما قلنا ان انت بتبقي مستعديه لاي فرصه تيجي في حياتك لازم تغتنميها. المصايب والبلاوي بتيجي في كل حياه اي انسان على كوكب الارض، لازم تاهلي نفسك لاي مشكله، لازم تاهلي نفسك لاي حاجه وحشه ممكن تحصل لك، تبقي يعني قللتي حجم الاصابه النفسيه في حياتك. وده حاجه مهمه جدا، لان نفسك وروحك زي ما قلنا يعني حاجة احنا بنشتغل عليها وبنكبرها من وهي طفل لغاية ما تكبر وتبقى شخص ناضج كبير يستحمل المسؤولية وقد المسؤولية وقد ان هو يحقق حياته او احلامه. دايما تكوني مشغولة حتى لو انت فاضية. يعني ايه؟ حتى لو عندي وقت فاضي يا جماعة او وقت فراغ، لازم استغل وقت فراغي كويس. اقرأ كتب، ارسم، الون، ادلع نفسي واتفرج على التي في او اروح السينما كل فين لفين مع اصحابي. انا حتى لما بحضر سينما بروح افلام تكون يعني انا حابه احضرها، او مش اللي هو بروح عشان اضيع وقت، لان انا ما عنديش وقت اضيعه. وقتك غالي جدا، استغليه من اول ما بتصحي من الصبح. عشان كده دايما قلت لكم لازم يكون عندكم جدول لكل يوم، لازم تدو ليست كده تكتبوها لمهام اليوم، ويفضل تعملوها قبل ما تناموا. ولازم يعني دايما دايما يعني بنصحكم ان انتوا تصحوا بدري، صدقوني ده فرق معايا كتير. وهتلاقي كل الناس الناجحه يعني 99% من الناس الناجحه واللي حققت نفسها هتلاقيهم كلهم بيصحوا الساعه 6، الساعه 5، الساعه 7. انت يعني حاولي تصحي على قد ما تقدري، لو انت متعوده تصحي الظهر حاولي تصحي الساعه 9، حاولي تصحي الساعه 8، لو انت مش بتقدري تصحي 5 او 6 او الكلام ده، اصحي بدري حتى لو ما وراكيش اي حاجه. تمام، اصحي بدري، قولي هلعب شويه رياضه، جيبي كتب وقعدي اقري فيها، نظفي البيت واطبخي اكل الاسبوع او اكل الثلاث. فدايما تبقي مشغوله، مش اي حد عايز يكلمك تبقي متاحه، مش اي حد عايز يخرج معاكي تبقي موجوده. مش انت مش الحاجه الشنطه اللي بتتاخد في اي مشوار، انت لازم وقتك تستفيدي بيه لنفسك، وعادي تحبي نفسك وتبقي تحترمي وقتك لنفسك، تدي للاخرين. لما انت تحددي الوقت ده انا هاخد مثلا 10% من وقتي لمساعدة الاخرين، 20%، 15%، وهكذا في اوقات معينة لما ما اكونش ورايا حاجة اعملها لنفسي. وفي نهاية حلقتنا حابة اقولك ان انت لو طبقتي كل النقاط اللي انا قلتلك عليها النهاردة، اعرفي ان انت او ان ده كله هيعود على شخصيتك وقعدتك وكلامك وثقتك بنفسك. لما بتقعدي وتتكلمي وسط الناس عندك كل التالنتس دي كلها، اعرفي ان الناس هتعملك حساب وتحترمك، لان انت واحدة صاحبة هدف، انت واحدة صاحبة حلم، انت واحدة مش فاضية، انت واحدة صاحبة شغل او قائدة في المستقبل. فالناس قبل ما تيجي تكلمك او الناس لما تيجي تتصل بيكي هتفكر قبل ما تتصل بيكي او هتبتدي تكلمك، هي فعلا فاضية ولا مشغولة؟ ده هي مشغولة كالعادي، فما تبقيش متاحة لكل الناس. ولما تكوني كده الناس فعلا بتعملك حساب، وان فعلا ان انت في غنى عن اي حد، انت ما بتطلبيش مساعدة حد لان انت كافية نفسك بنفسك، انت ما بتطلبيش فلوس من حد لان انت موفرة لنفسك كل اللي انت عايزاه، انت مش بتاخدي من وقت حد، فالناس مش هتاخد منك او تمتص منك وقتك وطاقتك. فانت لما تكوني حاطه لنفسك الكيان ده، الناس هتبدا تعمل لك حساب وتتكلم معاكي بحساب، ودي حاجه حلوه مش حاجه وحشه. ان الناس تبدا تفكر قبل ما تكلمك، دي في حد ذاتها بوينت ليكي، وده لازم تستفيدي منها. فالناس لما تشوفك صاحبة علم وهدف ورياضة وقراءة وبزنس وفلوس وي 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 وي، الناس هتبدا تعمل لك حساب.
اتمنى فيديو النهارده يكون فاتكم، ولو يا ريت تكتبوا لي في الكومنتات رايكم في الكلام اللي انا قلته النهارده ايه، ولو عندكم اقتراحات لفيديوهات المره الجايه اكتبوها لي في الكومنتات، ولو حابين تتكلموا معايا كول 1 تو 1 نتكلم وندردش في المستقبل بتاعك ونحط لك برنامج وجدول ولايف ستايل خاص بيكي، اتمنى تعملوا لي فولو على الانستجرام وتتابعوا يومياتي اللي بنزلها على الانستجرام، بنزل دايما في الستوري حياتي الصحيه المنظمه، واعتقد ان ده هيفيدكم جدا ان انتوا تعملوا الفولو حد بيرتب حياته وبيظبط حياته عشان ينجح ويوصل للقمة. اشوفكم في فيديو جديد، باي باي.